ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن الفوائد أن البشرى من حيث الأصل هي الخبر السار الذي يؤثر على البشرة، ولذلك التعبير في البشرى بهذه الألفاظ لأن هذه الأخبار تؤثر على البشرة، وهي على ثلاث حالات، أو البشرى ثلاثة أقسام: إما أن تكون مقيدة بالخير وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، كما لو قلت يا فلان أبشرك بمولود لك، أنت قيدته بالمولود، إذن هذه بشرى سارة. كذلك لو أطلقت قال يا فلان بشرى فقط من غير أن يذكر قيدا، يا فلان بشرى، هذه لا تطلق في اللغة إلا على الخبر السار. إذن البشرى تطلق على الخبر السار إذا قيد بالخبر السار أو إذا أطلقت، لكن لا تكون في الخبر السيء إلا إذا قيدت بالخبر السيء، فبشرهم بعذاب أليم. وسميت كما سلف البشرى بهذا الاسم لأنها تؤثر على بشرة الإنسان، ولذلك الخبر السار يؤثر على بشرة ابن آدم، كذلك الخبر السيء يؤثر على بشرته.